صباح الخير سعيد يا جريد 11. النهارده البروجكت برزنتيشن بارت 1، لان طبعا احنا مش هنلحق نخلص كل الناس. احنا اخترنا اول رقم، رقم 10، يحيى. يلا يا يحيى. كده باينه. جميل، اعملها على ورقه لحنه. ماشي، مش على الفورم اللي انا قلت عليه، دي اول غلطه. ما ده كرياتيفيتي. ده كرياتيفيتي. يا ده ما كنتش اعرف. يلا اتكلم النهارده بقى على نجيب محفوظ. مولود في مدينه القاهره، في حي مشهور يسمى بحي الجماله. الجماليه. الجماليه. مش عارف والله. عرف عنه عشقه للوطن وعدم رغبته للسفر للخارج. جميل. عندما حصل على، نفكر الناس ان البروجكت بيتكلم على 100 شخصيه مؤثره في تاريخ مصر. احنا هناخد اول شخصيه النهارده طبعا نجيب محفوظ. يلا، حصل على ايه؟ عندما حصل على النوبل ارسل ابنته لاخذ الجائزه، عشان بقى ما بيحبش يسافر. لا، عشان هو كان عيان. كان هو عيان كده بعدم رغبته للسفر الخارج. طيب، كان عيان وكان كبر في السن وبتاع، وبعدين ها؟ حللوها. إنجازاته الأدبية، كتب الثلاثية وأولاد حارتنا. جميل. ومن أشهر أعماله الأدبية، وكان مهتما بكتابة القصص القصيرة. القصيرة، أوكي. يعني هو أخد نوبل بتاعته في إيه بالظبط؟ في الأدب. في الأدب، أوكي. شكراً يا يحيى. اختر رقم من 1 لـ20. ليه كده؟ ثانية، نختار 23. مش عارف، أنا قلت من الـ20. من 1 لـ20؟ 20. 23. 20 20 20 لولو. يلا لولو، هتعمل شير سكرين ولا هتفتحي الكاميرا؟ لا، هعمل شير سكرين. طب يلا يا سيدي. شكرا يا يحيى. لسه حضرتك شايفاه كده؟ لسه ما ظهرش عندي. ظهر عندي. ظهر؟ لا. طب اعمل ايه؟ هو ظهر عندي. باين. طب استنى. تمام كده؟ انا عندي المشكلة. باين عندي. معلش يا لولو، اخرجي يعني، اعملي فيلي شير سكرين واعملي شير سكرين من الاول وجديد. طيب ماشي. تمام كده؟ برضو عندي شاشة سودة، ولا انتي مصغراها ولا مكبراها ولا ايه بالظبط؟ لا خالص يعني. ايوه انت كده مكبرها جدا، فانا بقى ايه شايفه. اوكي. لولو البربري، لطيفه النادي. تمام، ابدا البروجكت. هي ولدت في عام 1907، وكانت محبه بالطيران منذ الطفوله. لكن رفض والدها التحاقها بجامعه الطيران لسوء حالته الماديه. يعني ولم تكن المراه يعني بتدخل في هذه يعني الاعمال يعني في الوقت ده. ثم أخذت دروس في الطيران، والتحقت بكلية الطيران، لكنها كانت تعمل كموظفة استقبال في مطار القاهرة لتوفر نفقة الجامعة. جميل. دي يعني نبذة عن حياتها. بعد كده إنجازاتها، حصلت على شهادة إجازة الطيران عام 1933 في عامها 26 بمساعدة والدتها، بعد أن سبقها 33 شخصا وكان جميعهم رجال، فهي أول امرأة أخذت هذه الشهادة. وكانت أول امرأة تقود الطائرة بين القاهرة والأسكندرية، وأول امرأة تقود طائرة منفردة. وتمكنت بالطيران بمفردها لمدة 13 ساعة.
بعد كده يعني قعدت يعني بقت كل حياتها في سويسرا، وتوفت عام 1200 يعني 1220 في عمر 1002 1002 في عمر ينهز 95 سنة. جميل، حلوة قوي، جميلة. احنا عرفنا عنها حاجات حلوة قوي، جميلة لطيفة ان دي اول واحدة تسوق طيارة في مصر. لولو البروجكت جميل جدا ومكتمل الاركان. اختار لنا رقم قبل ما تمشي. 15. 15. تعالوا ما نشوف مين بقى 15. 15 ياسين سعد زغلول. ايه ده انا 15؟ يا جماعة ده مش اللي بتاع ده مش ال مش القايمة بتاعت الأسماء، مش النيم ليست، ده الليستة بتاعت البروجكت. يلا شير سكرين ولا كاميرا؟ سكرين. يلا ناس صاحيين من النوم مش عايز أشوفكم. يلا بينا. سعد زغلول أول بني آدم ألاقيه عامله على الفورم بتاعت اللي أنا طلبته عليها، إذن هو مش ناقص ولا درجة. يلا يا ابني يلا يا ابني الله يصلح حالك، اتكل على الله. نبذه عن حياته. سعد فتحي زغلول باشا يعد اهم زعماء الوطنيين في مصر في بدايه القرن العشرين، قائد ثوره 1919، شغل العديد من المناصب السياسيه خلال حياته، وولد الاسره الريفيه في قريه ابيانا في محافظه كفر الشيخ التي تقع في دوله النيل في عام 1858. جميل. كان والده فتحي زغلول رئيس مشيخة القرية وفي ذلك الوقت، وتوفى عندما كان سعد في الخامسة من عمره، فنشأ السعيم سعد يتيما، وكان له أخ صحفي ومترجم. اتكلمني بقى عن أهم أعماله. ماشي. قاد ثورة 1919 التي أدت إلى اضطرار بريطانيا للتنازل والجلوس مع أي حكومة مصرية ضد مبدأ التفاوض، ووحدت جموع الشعب بأطيافه المتعددة خلف قيادة واحدة متمثلة في شخص اللي هو محمد زغلول، وأدت إلى وضع أول دستور لمصر، دستور 23، وقيام أول حكومة منتخبة وهي حكومة الوفد. وتمكن الوفد، هو كده عمل حاجتين اللي هي الثورة 1919 وعمل حزب جديد اللي هو حزب الوفد. أوكي، إيه كمان؟ تمكن الوفد المصري برئاسة سعد زغلول بفضل هذه الثورة من السفر إلى مؤتمر الصلح في باريس، وذلك من أجل أن يطالب من خلاله بقضية استقلال مصر. طب بقول لك إيه يا ياسين، فاكر لما سافروا المؤتمر الصلح بباريس مصر حصلت على استقلالها ولا لأ؟ هو في الأول بعد المناصب يعني بريطانيا يعني عملت معهم شوية اتفاقيات، بس ما كانش استقلال كامل، عشان كده بمراحل باريس. ماشي اوكي. هو ده بعد ما رجعوا من المؤتمر، هو المؤتمر خيب امل المصريين ولم يعترف باستقلال مصر ولم يعترف بمصر دوله مستقله وحطها تحت الحمايه البريطانيه. لما رجعوا بقى قامت بريطانيا حاولت ان هي تحل الاتفاق معاهم ودي او تحل المشكله وديه، وعملت معاهم شويه اتفاقيات. اوكي. وفاته. توفي سعد زغلول في 23 اغسطس 1927، ودفن في ضريح سعد الذي شهد عام 1930، ليدفن فيه زعيم الأمة وقائد ثورة 19. شكراً جزيلاً. قبل ما تودعنا هتدينا رقم من 21. ماشي. من 21 17. 17. شكراً يا ياسين. علي جيزي عمرو بن العاص. الله، علي جيزي منورنا النهاردة بصوتك يا علي يا جيزي. تفضل شير سكرين كاميرا. It's up to you. أنا عاملة على باوربوينت. إيه طيب شير سكرين ويلا. أنا خلصت حاجة؟ إيه؟ كده خلصت صح؟ لا عادي، احنا فتحنا الشير سكرين خلاص. ياسين قال لنا ازاي نفتح الشير سكرين، فانت بقى يعني باوربوينت وورد بي دي اف انت حر. تفضل معك وقتك. حاجة باينة بس ولا أي حاجة؟ مفيش خالص.
ولا اي حاجه. جاهز ولا مش جاهز يا جيزي؟ طب يلا، لو انت عامل باور بوينت. ايوه علي جيزي اهو، عمرو بن العاص، علي جيزي، يلا بينا. نبدأ عن حياته. كان عمرو من سبط قريش في الجاهلية، أبوه هو العاص بن وائل السهمي، كان احترف التجارة، كان يسافر بتجارته إلى الشام واليمن ومصر والحبشة، كما كان من فرسان قريش. جميل. أرسلته قريش إيه؟ جميل، ها كمل. أرسلته قريش إلى أصحاب النجاشي ملك الحبشة ليرد عليهم من من هاجر من المسلمين إلى بلاده. حلو، طيب ماشي، أوكي خلاص. اعتنق الإسلام، اكتب من أول اعتنق الإسلام بقى. ثانية. فوجده اعتنق الإسلام، فاعتنق الإسلام هناك على يد النجاشي في السنة الثامنة للهجرة. جميل. ثم أخذ سفينة متجها إلى المدينة المنورة. حلو. فالتقى في الطريق خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فدخل ثلاثته من المدينة المنورة في صفر عام 8 هجرية. سفر. سفر عام 8 هجرية. حينها قال الرسول إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبيرة. جميل. هو هما أسلموا متأخر شوية، هو وخالد بن الوليد سنة 8 هجرية. بس يعني كانت إضافة كويسة جدا للإسلام. اللي بعده بقى أهم أعماله، أعماله بقى المؤثرة في مصر بقى يا سيدي على الإيديت، حاجة جميلة قوي. ربنا يخليكم. شكل فتح مصر امتدادا لفتح الشام، وقد وقع بعد تخليص فلسطين من يد الروم. جميل. يبقى كده فتح ثلاث دول، مصر والشام والروم، وطبعا الشام دي تشمل زي ما احنا عارفين سوريا ولبنان والعراق، واحيانا بتبقى فلسطين معهم. طيب فهو يعني راجل جامد جدا وفتحها لعديد من البلاد، يعني اضاف حاجات كتير جدا للاسلام. اتفضل كمل. هو الصحابي عمرو بن العاص اقترح ان هو يفتح يعني فتح مصر على الخليفة عمر بن الخطاب، بهدف تأمين الفتوحات وحماية ظهر المسلمين من هجمات الروم الذين انسحبوا من الشام إلى مصر وتمركزوا فيه. جميل، حلو قوي. ولكن عمر كان يخشى على الجيوش الإسلامية من الدخول لأفريقيا، ووصفها بأنها مفرقة، فرفض في البداية، لكنه ما لبث أن وافق، وأرسل لعمر بن العاص الإمدادات. جميل. تسمح لي بس وقفك دقيقة هنا، أن عمر بن الخطاب زي ما بقال علي كده، أن عمر بن الخطاب ما كانش راضي، وبعدين عمر بن العاص أقنعه، وهو ما أقنعوش الحقيقة، هو حط قدام الأمر الواقع، وقف بجيوشه في العريش وقال له ارسل لي إمدادات، لو ما رسلتيش إمدادات الجيش كله هيموت. فعمر بن الخطاب اضطر أن هو يرسل إمدادات لعمر بن العاص وفتح مصر. طيب دي كان أول إنجازات وفتح مصر. طيب في إنجاز أنا شايفاه كاتب تحت، انتصر في حرب الردة ومعارك كثيرة باسم الإسلام. حرب الردة. إيه حرب الردة دي؟ معلش. اللي هم المرتدين قصدك؟ أوكي. المرتدين هم ارتدوا عن الدين الإسلامي بعد وفاة الرسول. أوكي. الدين بعد وفاة الرسول. جميل. موتهولي بقى. إيه؟ موتهولي بقى وفاته. لا لا ما شفته بصراحة. ماشي اوكي. عامة هو توفى في الشام، وعادي يعني مات موت عادي. شكرا ليك يا علي يا جيزي. قبل ما تودعنا اديني رقم من 1 لـ20. 3. شكرا يا جيزي. جنة جودة حتشبسوت. اوكي ثانية. وكده فلوس؟ حبيبي شكرا ليك. باين جدا. طيب اسمها غمنت أمون حتشبسوت، واسمها يعني خلت أمون دولة الأميرات
أو خلية أمون مفضلة على السيدات، وهي تعتبر الخامسة ضمن تسلل الملوك الأسرة الثامنة عشر. واستلمت الحكم بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني، وتعتبر من أشهر وأقوى الملكات اللواتي حكمن مصر. هي أول ملكة حكمت مصر تقريبا، أول ملكة مصرية حكمت تقريبا، يعني فترة طويلة وليها أعمال كتير، ومن الأسرة 18، يعني من اسمها إيه دي، من الدولة الحديثة. يلا أبرز أعمالها. استخدم قناة تربط بين النيل ونهاية الدلتا والبحر الأحمر، وقامت بتنظيف هذه القناة بعد أن حفرها المصريون أيام الدولة الوسطى. هي قناة سيزوستريس اللي حفرها الملك مين بقى؟ سونوسرت الثالث، لتيسير أسطول مصر البحري بها ليخرج إلى الخليج السويس، بعدها إلى مياه البحر الأحمر. وكانت الرحلة تستغرق ذهابها وإيابها عامين، وعادت العمل في المناكم النحاس في شبه جزيرة سيناء. جميل. واحتفلت بعيد الحب أو توليها العرش، وكان ذلك العام 15 من حكمها. وأمرت ببناء سفينة كبيرة لكي ينتقل بها الناس على صفحة النيل من معبد الكرنك أثناء احتفال بعيد النيل للوصول إلى شاطئ آخر. برافو عليكي، حلو جدا. ومن أشهر ما بنى في عهدها، مش عارفة أقراها، هو المبنى الرئيسي في العبء الجزائي لمجمع حتشبسوت في الدير البحري، صممه مهندس سمنت على أساس هندسي، وهو التناظر الكامل. سنموت، معلش أنا أسفة، يعني هو اسمه سنموت بس عشان النطق، معلش. هو التشابه بين جانبي المعبد، وقد سبق الفراعنة ببنائه هذا المعبد بألف سنة. أوكي، ملكة إزاي حتشبسوت؟ توفيت بعد تولي 22 عام من حكم البلاد، وتوفيت نتيجة إصابة بمرض السكري أو السرطان. هي كانت بس مصابة بمرض ما، واحنا مش متأكدين هو ايه بالظبط، بس هي ماتت وتوفت تعبانة. وانا قبرها موجود في منطقة وادي الملوك جنب باباها اللي هو تحتمس الأول. شكرا ليك يا جنة، قبل ما تمشي من فضلك اختاري لنا رقم من 1 إلى 20. 6. 6 جنى عثمان. جمال عبد الناصر. أيوة يا مستر سنة، يلا بينا. ظاهرة عند حضرتك يا مس؟ لسه ما ظهرش، نديله وقته. لسه ما ظهر. مش بيتحرك خالص يا جنى، يعني حتى ما فيش شاشة سودة وكده، لا ما فيش اصلا. طب ثانية ثانية بس. اوكي اوكي. ظهر دلوقتي يا مس؟ أيوة تمام. جمال عبد الناصر، يلا بينا. حياته ماشي. حياته جمال عبد الناصر ثاني رئيس لجمهورية مصر خلفا لمحمد نجيب الذي تولى رئاسة الجمهورية بعد ثورة يوليو 1950 وإسقاط الملكية. ولد جمال الملكية سوري. تمام. ولد جمال في الإسكندرية في يناير 1918، وفي عمر الثامنة توفيت والدته، فانتقل مع إخوته للعيش في بيت عمه في القاهرة.
ثم عاد ليعيش مع أبوه بعد أن أصبح في الثانوية، وبعد أن تخرج من مدرسة النهضة المصرية عام 1937 توجه لدراسة الحقوق، ولكنه دخل الكلية الحربية بعد عدة أشهر من بداية دراسة الحقوق. وبعد سنوات من العمل العسكري تم تعيينه مدرسا في الكلية الحربية، وأسس تنظيم الضباط الأحرار بمساعدة رفاقه الذين تعرف عليهم في صفوف الجيش اللي هم الضباط الأحرار. أهم أعماله أول إنجازات جمال عبد الناصر، والتي كانت تأسيس حركة الضباط الأحرار، والتي كان الهدف من تأسيسها الإطاحة بحكم الملك فاروق والهيمنة البريطانية. قام جمال عبد الناصر ومن معه من جماعة الضباط بثورة يوليو 1952 ميلاديا، وانقلبوا عسكريا على الحكم دون إراقة للدماء كما يحدث في الانقلاب. علشان كده الثورة اللي عملوها كان اسمها الثورة البيضاء. تمام. من أهم إنجازات جمال عبد الناصر أيضا أنه قام بتعديل الدستور المصري عام 1956، حيث تم مصر جمهورية يحكمها حزب واحد. بعد فوزه في انتخابات الرئاسة قام جمال عبد الناصر بتأمين قناة السويس، وقام جمال عبد الناصر أيضا ببناء السد العالي. الإصلاح السياسي الذي قام به جمال عبد الناصر كان مهما جدا، حيث حارب الفساد وأعطى المرأة حق التصويت إلى جانب الإصلاح الاجتماعي الذي ركز فيها على حقوق النساء. أقام الوحدة مع سوريا وسماها الجمهورية العربية المتحدة. أسس الاتحاد الفيدرالي مع اليمن. وفاته كانت الوحدة ما بين مصر واليمن. أوكي. وفاته، توفي جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970، وذلك بعد أن حضر القمة العربية الطارئة، وكان تشخيص طبيبه الخاص الصاوي الحبيب هو جلطة قلبية، حيث قام جمال عبد الناصر مدخنا. جميل، حلو قوي. هو في ناس قالت ان هو مات عشان هو جاله جلطة عادية، وفي ناس بتقول ان هو تسمم او في حد سممه من الاعداء، وبغض النظر عن الحالتين فيعني كل الطرق ادت في الاخر الى وفاته. شكرا يا جنى. قبل ما تمشي ادينا رقم من كام لكام؟ من 1 ل 20. 18. 18 عالية. احمد يسري. باين. جميل كده. ايوه يلا. احمد يسري مخرج ومؤلف مصري، ولد عام 1973، وبدأ مشواره الفني عام 1995، عنده 48 سنة. أحمد يسري شاب مصري، حصل على جائزة الأوسكار مرتين، ودرس بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام قسم مالتي ميديا، وحصل على جائزة الأوسكار ضمن فريق المؤثرات البصرية سنة 2012 و2015 في فيلمين هوكو وانترستيلر. هما الفيلمين مش أفلام مصرية أصلا؟ اللي خد فيهم الأوسكار مش أفلام مصرية صح؟ لا. عشان كده اسمه ما تعرفش. تمام. بس هو عمل أعمال مصرية اتنين، 45 يوم وحفل زفاف. اوكي حلو جدا، معلومات جديدة ما كناش نعرفها قبل كده. عالية شكرا ليكي جدا. قبل ما تمشي اديني رقم من 1 ل 20. 10. 10 شكرا يا عالية. مارتينا سعاد حسني. مش سنة واحدة بس. اتفضلي. بان عند حضرتك؟ باين جدا.